ده اللي عايز دي يتعرف جزئية عليه. مهمة جدا. طيب خليني أسألك بقى في ملف عمر، عمر أخباره إيه؟ مكمل معاكوا ولا لأ؟ أو عرض الرائد ده وصل لكوا رسمي ولا لسه؟ بص يا كابتن مريم، عشان نبقى يعني واضحين اتفضل. ونتكلم بصراحه وما نقولش كلام ونضحك على الناس، يلا اتفضل. عمر السعيد احنا قعدنا عملنا قعده معاه انا والكابتن مختار واللي هو اشرف عامل رئيس النادي، قعدنا واتفقنا اتفاق وكان في حضور الوكيل بتاعه ان عمر لو جاله نادي جاله اهلي او زمالك او احتراف خارجي هيخرج. ما جالوش حاجه من الثلاثه، عمر مكمل معانا وعمر مرحب ان هو يكون موجود في الانتاج الحربي، ويمكن شديد اقرب الناس ليه واقرب الناس لعمر، وهو عارف الكلام ده كويس قوي، فعارف ان عمر مرحب ان يبقى موجود في الانتاج الحربي لان هو وضعه وهداف ونجم فريق وبيتعامل كويس الامور دي كلها، وعمر معانا من السنه اللي فاتت وحابب ان هو يكون موجود مع الناس مع الجيل مع المجموعه اللي موجوده ديت، وباذن الله برضو احنا هنضيف عناصر الفتره الجايه على الفريق او في نهايه الموسم. لكنه لحد دلوقتي يا كابتن خالد ما جالوش عرض خالص، لا من الزمالك ولا من ال ولا من بره، صح كده؟ كله عروض رسميه، ما فيش حاجه جت رسمي، كله مفيش حاجة رسمي. يعني كله كلام، كله كلام، كله كلام وكلاء، يعني كله كلام وكلاء، وانا بحب اللي بيتكلم ابعت، انا بدي له رقم الفاكس او ادي له الايميل ابعت ونقعد وندرس، وهنجيب عمر وهنتكلم، والله ده يناسبك يا عمر يناسبني خلاص ما عندناش مشكله، لان احنا باسم بورسي طالع من عندنا، صح، مؤمن زكريا من عندنا، علي فتحي من عندنا، احمد مجدي من عندنا، أمد رجع من عندنا، سيد فريد رجع من عندنا، علي عيد رجع من عندنا، لعيبه كتير جدا نادي الانتاج الحربي كان وشه حلو عليهم وبيرجعهم، وهو بنقفش في طريق اي واحد، صحيح. اللي بيحب يمشي احنا بنمشيه، والحمد لله احنا عنينا كويسه وبنقدر نجيب لعيبه ما حدش يعرف عنها حاجه، احنا بنرجعها للملعب تاني، الحمد لله. يمكن انت احمد شيدي اللي موجود جده مشي من النادي الاهلي، لعب معانا، كان رايح منتخب مصر ورايح وراح المقاولين، ومحمد فاروق ماشي من دجله خدناه عندنا رجع المقاولين، والمقاولين طلب فيه 20 مليون، يعني الحمد لله، صحيح. احنا عندنا سياسه ان احنا اي لاعب مش حابب يكون موجود في الانتاج الحربي ما بنتمسكش بيه. صحيح. كابتن خالد كل تمنياتنا ليكم بالتوفيق، وتحياتي لحضرتك وتحياتي للكابتن مختار وسياده اللواء اشرف عامل رئيس الانتاج الحربي على مجهوده الحقيقه اللي بيبذل واللي بيه فرقه الانتاج الحربي بتصل الى هذا المستوى. بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن خالد.